وفي إيران أيضا وصف الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي العلاقات الإيرانية القطرية بالمهمة، وأكد خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني توفير الأمن والاستقرار في المنطقة بتعاون دولها بناء على الثقة السياسية المتبادلة ورفض التدخلات الأجنبية. وكان وزير الخارجية القطري وصل طهران بعد زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرى الوزير في طهران مباحثات مع نظيره محمد جواد ظريف تناولت العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية. من حكومة إلى أخرى ترحل الملفات في إيران. في هذا التوقيت بالضبط، وزير الخارجية القطري يبحث في طهران التطورات مع حكومتين إيرانيتين. العقدة التي وصلت إليها مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي قد تكون هي الأبرز دوليا بالنسبة لإيران. إيران همچنان التشاور الإيراني القطري دائم، وزيارة اليوم تأتي في إطار التشاور حول تحركات الدوحة ومباحثاتها مع الدول الخليجية حول المنطقة، وأيضا مع الدول الغربية بشأن الاتفاق النووي. إقليميا، لطالما رحبت الدوحة بالحوار ودعت إلى المضي به لحل أزمات المنطقة. المباحثات الإيرانية السعودية وما وصلت إليه في ظل الإشارات الإيجابية بين الطرفين لا تغيب عن نقاشات وزير الخارجية القطري. يقول متابعون التطورات المتسارعة في أفغانستان والجهود الإقليمية للحيلولة دون انفلات الأمور أمنيا على الأقل ملف مشترك بين الجانبين. أيضا العلاقات الإيرانية القطرية على أعلى مستوى، لا سيما بالمقارنة مع دول خليجية أخرى. ومن دون شك أن هذه الزيارة تأتي قبيل تسلم السيد رئيسي منصب رئاسة الجمهورية، فلها أهميتها لا سيما في موضوع العلاقات الإيرانية الخليجية. الاقتصاد عنوان رئيس للحكومة الإيرانية المقبلة. تعزيز التبادل التجاري مع الدوحة وتحقيق التقارب الاقتصادي الإقليمي أمران تطمح إليهما طهران. وزير الخارجية القطري في طهران في توقيت حساس بين حكومتين إيرانيتين، واحدة ذاهبة وأخرى مقبلة، ما يكسب الزيارة مزيدا من الدلالات خاصة حيال القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن العلاقات الثنائية. حازم كلاس، العربي، طهران. من طهران ينضم إلينا مراسلنا ياسر مسعود. ياسر، أبدأ بما قاله الزميل حازم كلاس عن دلالات هذه الزيارة، ما الذي تحمله وهل يمكن أن تحمل رسالة أمريكية للإيرانيين بشأن الملف النووي؟ ريما، يتوقع أن تكون هناك رسالة، خاصة وأنه قبل وصوله إلى طهران كانت هناك زيارة لوزير الخارجية القطري إلى واشنطن، وبالتالي يتوقع أن لا تخرج هذه الزيارة عن العلاقات الإيرانية الأمريكية، وتحديدا فيما يتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي، كما هو واضح بأن قطر من الدول التي سعت إلى إمكانية حلحلة هذه الأزمة وإيجاد طريق لإعادة إحياء هذا الاتفاق، وبالتالي يتوقع أن تكون هناك وساطة قطرية بهذا الصدد. ولكن حتى الآن لم يعلن رسميا عن مثل هذا الكلام، هذا الكلام يدور في دائرة التوقعات والتخمينات، بالإضافة إلى الملف الدولي ما بين طهران وواشنطن قد تكون يعني يكون حاضرا في هذه الزيارة. هناك بالطبع طبعا ملفات إقليمية هامة أيضا ليست ببعيدة ربما عن هذه الزيارة. الأول هو العلاقة الإيرانية الخليجية عموما بعد مجيء الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي بعد أيام، وبالتالي إيران مقبلة على مرحلة جديدة من العلاقات، يؤكد فيها رئيسي على أن في أولويات سياسته الخارجية ستكون بناء علاقات جديدة وفتح صفحات جديدة من العلاقات مع دول الجوار. وبالتالي هذا التأكيد الإيراني يعكس أن هناك رغبة بالفعل إيرانية لإمكانية إعادة إحياء العلاقات، وتحديدا ربما هنا يمكن الإشارة إلى المباحثات الجارية أو التفاهمات
الأولية الجارية ما بين طهران والرياض التي تجري منذ أشهر، والتي تحدث بها لأكثر من مرة الحكومة الحالية من أنها يعني تواصل نتائجها وتنظر إليها طهران بإيجابية. إضافة إلى ذلك كما هو معروف الملف الأفغاني ربما الملف المهم المشترك لدى الجانبين قطر وإيران في هذه المرحلة في ظل التطورات الجارية، بالإضافة إلى كل هذا بالطبع العلاقات الثنائية وعلى رأسها الجانب الاقتصادي. نعم. ياسر، بالنسبة لتصريحات روحاني، ما الذي كشفته هذه التصريحات؟ وهل بالفعل يوجد خلاف بين التيارين الإصلاحي والمحافظين في إيران بشأن النظرة والرؤية للملف النووي؟ ريما، يمكن القول بأن كلام روحاني اليوم جاء هو رسالة إلى الداخل تحديدا، إلى الشارع الإيراني، محاولة للتلاعب بمشاعر الشارع الإيراني من أنه لو فسح له المجال بشكل كامل لحكومته لتمكنت من إعادة إحياء الاتفاق النووي، الاتفاق الذي هندسته حكومته منذ 2015. وبالتالي طموح حسن روحاني إعادة إحياء الاتفاق النووي أبان حكمه، وهذه عندما لم تحدث أراد القول أيضا روحاني من أن هناك رؤيتان، رؤية لحكومته والفريق المفاوض، وهناك رؤية أخرى هي تتعلق برؤية النظام برمته، وهنا القرار والكلمة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وبالتالي أيضا مؤثر هنا التيار الأصولي، وتحديدا بعد أن أصبح البرلمان الإيراني أصوليا قبل أقل من عامين، بالطبع هذا أثر على قرارات الحكومة وتحديدا قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات الأمريكية الذي اتخذه البرلمان والذي وصفه روحاني بأنه لا يخدم مصالح البلاد. هنا يمكن الإشارة بالدقة حسب مراقبين بأنه لا يخدم مصالح حكومته وسياسته على حد وصف البعض. وبالتالي على الجانب الآخر أيضا هناك رؤية تقول من أن هذا القانون البرلماني هو يعني شكل ورقة ضغط بيد الفريق المفاوض الإيراني، وتحديدا من أجل رفع كامل العقوبات الأمريكية وليس الجزء المتعلق بالبرنامج النووي كما أشار اليوم. شكرا ياسر. ياسر مسعود من طهران.